السلام عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ناس كتير كانت بتسالني عن ازاي تعرف مؤهلها مكتوب في نيوزيلندا ولا لا، فانا جايه لكم النهارده بخطوات بسيطه جدا عشان تتبعوها وتعرفوا اذا كان مؤهلكم مطلوب ولا لا. اول حاجه، انا فتحت موقع الهجره immigration.govt.nz، طبعا كل اللينكات هتلاقوها موجوده تحت الفيديو. هندوس جيت فيزا، هيتفتح لنا الصفحه دي، في طبعا كذا اوبشن هنا، فانت عشان تعرف اذا كان مؤهلك مطلوب ولا لا هندخل على work. تمام، work in New Zealand. هتلاقوا هنا في حاجه اسمها skill shorted list checker، ده معناه انك هتشوف مؤهلك اذا كان من القايمه الناقصه في نيوزيلندا ولا لا، فده هنا ده التشيكر، ده اللي انت هتعرف من خلاله. هنضغط عليها هيطلع لنا الصفحة دي هنا، skill shorted list checker. find your occupation. انا هدي مثال، كل واحد طبعا عنده مجاله عارفه اسمه ايه، فانا هكتب هنا telecommunication engineer. communication بس مستنيه يكمل، مش عارفه هو هنا خلاص، هو كان في تقريبا سبيلنج غلط فعشان كده ما طلعليش الليسته. فانت اول لما بتكتب المؤهل بتاعك بيطلع لك هنا الاسم المظبوط يعني، فهنا تيلي كوميونيكيشن انجينير. تمام، مجال التيلي كوميونيكيشن انجينير ده موجود هنا في نيوزيلندا. طبعا انا بدي مثال، ده مش معناه ان انت لو مجالك مختلف انك تخصصك مش موجود، لا بالعكس، لازم تدخل وتاخد الخطوات دي وتعرف اذا كان مؤهلك مطلوب ولا لا. فهنا long term shorted skill shorted list دي موجودة، construction and infrastructure skill shorted list معانا برضو، و skill level classification، التلاتة موجودين. ده معناه ان المجال اللي هو بتاع telecommunications engineer ده ناقص في نيوزيلندا، فهو هنا ممكن يظهر لك اتنين او ممكن يظهر لك واحد. انا هنا مثلا كاتب لي original skill shorted list اللي هو في مناطق معينه اللي المؤهل ده مطلوب فيها ولا لا، فانا مش من ضمن دي، انا مجالي عامه في نيوزيلندا كلها مطلوب، فاللي هو telecommunication engineer. فانت كل واحد يكتب المؤهل بتاعه في الخانه اللي انا كتبت فيها هيظهر له اذا كان المؤهل بتاعه مطلوب ولا لا. فهنا explore your visa options، تمام، هنا explore visa option دي الصفحة بتاعتها. هنا مفروض هنكتب explore the option to see if there is a work visa that's right for you. هنا بيقول I select have or don't have a job offer، انت عندك عرض شغل ولا ما عندكش عرض شغل؟ احنا نقول لا ما عندناش عرض شغل. I'm traveling on a passport from، ايه الكونتري اللي الباسبورت بتاعك منها؟ فانا هنكتب مثلا Egypt. تمام، I'm enter years old، اكتب تاريخ او اكتب عندك كام سنة، انا هكتب 31. display option طلع لي كذا حاجة. تمام، فأنا عايزة skilled migrant category resident visa، فأنا عايزة أقدم علشان آخد skilled migrant category resident visa، أنا عايزة آخد resident visa. أنا مش هبقى business، ده هنا أنت ممكن تعمل compare، بس إحنا عايزين إن إحنا نقدم على residence من خلال الشغل بتاعنا لأن إحنا المؤهل بتاعنا مطلوب. فهندوس على skilled migrant category resident visa وبعد كده نضغط view. تمام، هنا دي دلوقتي حاليا الصفحة اللي هي مفروض بقى الخطوات اللي انت هتتبعها. You will need to have enough skills, experience and qualifications for us to accept your expression of interest. الاكسبريشن اوف انترست ده انت application بتملاه
علشان انك انت خلاص مؤهلك مطلوب في نيوزيلندا، وان ده اللي بتبعته لهم بكل بياناتك بكل تفاصيل الكواليفيكيشنز بتاعتك. فهنا اسمها expression of interest، هنضغط عليها من هنا. You will need to be 55 or under when you apply. يعني لازم يكون السن 55 سنة فيما أقل، ما ينفعش أكتر من 55 سنة. You will need to speak English، فيعني لازم الإنجليزي بتاعك يكون كويس، تمام؟ ولازم طبعا كل ده هيبقى يتقدم في إثباتات بس بعد ما الـ expression of interest بتاعك يتقبل، تمام؟ How long you can stay on this visa؟ أنت تقدر تقعد قد إيه if you meet the visa condition indefinitely. يعني أنت خلاص، أنت لو أنت الفيزا بتاعتك تمام، اجراءاتك تمام، انت هنا بتقدر تبقى معاك اقامه، فانت بتقدر تقعد زي ما انت عايز. ايه الصلاحيات بتاعت الفيزا؟ تقدر تعيش، تقدر تشتغل، تقدر تدرس، اللي هو resident visa اللي تحت الكاتيجوري بتاعت skilled migrant. include your partner, your dependent child age 24 and under. يعني انت كمان من حق البارتنر اللي هي زوجتك او زوجك ان هو يعني يشتغل ويدرس وكل حاجة، وطبعا الاطفال. دي التفاصيل وازاي انك تعرف مؤهلك مطلوب في نيوزيلندا ولا لا بكل حاجة. حاليا نيوزيلندا الخبر الكويس اللي فيها ان خلاص خلصنا من الكورونا تماما. اللي انا اعرفه ان الفيزا موقوفة حاليا، بس طبعا مش هتكون موقوفة على طول، يعني هيكون في وقت وهتتفتح تاني ان شاء الله. فالناس اللي عايزة تقدم ياريت تكون مستعدين، عارفين اوراقكم، عارفين حاجاتكم، ما تستنوش لحد ما الفيزا تفتح، لا بالعكس انتوا لازم تجهزوا كل حاجة علشان ان شاء الله تبقى الاجراءات سهلة عليكم. ولو محتاجين اي حاجة تانية ابعتولي وتواصلوا معايا على القناة اليوتيوب Living in New Zealand by Shahinaz، وحكون معاكم هجاوب على كل اسئلتكم ان شاء الله. ان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية مفيدة، ولو محتاجين اي حاجة ما تنسوش تكلموني. شكرا، السلام عليكم.